بكم. في الفيديو ده بنكمل الجزء اللي اخدناه في طرق العد، اخدنا فيه العمليات الاوبريشنز واخدنا فيه التبديل. هنكمل بقى وناخد الجزء الخاص بالتوفيق. التوفيق او الاختيارات هي اختيار عدد قليل من الأشياء من عدد إن من الأشياء دون مراعاة الترتيب. احنا كنا بنقول إن في التبديل بنراعي دايما الترتيب، ترتيب الأشياء. أما هنا في التوفيق فأنا بختار عدد صغير من عدد كبير، ولكن ما بيهمنيش الترتيب بتاع هذه الأشياء المسحوبة. كل اللي يهمني هو تكوين هذه الأشياء، ولا يعنيني ترتيبها في شيء. طيب التوفيق دي بنرمز لها بالرمز ايه؟ بنرمز لها بالرمز سي. طبعا حرف السي ده هو اول حرف من كلمة كومبينيشن، يعني توفيق بالانجليش. اول حرف منها هو حرف السي، ونكتبها بشكلين اللي هما الشكلين اللي قدامنا، اما ان نكتب الان فوق والار تحت، او نكتب الان على اليسار والار على اليمين من اسفل. ده اللي هو الرمز الخاص بالتوفيق. فهو هنا بيقول لي ان التوفيق دي هي حالة اختيار عدد من الاشياء من فئة معلومة، وتكون مكونات المجموعة المختارة هي محل الاهتمام وليس ترتيب الوحدات المكونة لهذه المجموعة، اللي هو الكلام اللي احنا قلناه من شوية. مثال بيقول لي بكم طريقة يمكن اختيار 7 أشخاص من مجموعة مكونة من 9 بنات و5 أولاد، بحيث تحتوي على 3 أولاد و4 بنات. هنا في عندي جزئين في المسألة دي، في عندي 9 بنات يعني مجموعة بنات، وعندي مجموعة من الأولاد. عاوزة اختار من البنات عدد وعاوزة اختار من الأولاد عدد. طيب يبقى اشوف بقى، انا عاوزة من البنات اختار كام؟ عاوزة اختار 3 من كام؟ من 9 بنات. وعندي بالنسبة للاولاد عندي 3 اولاد عاوزين يتم اختيارهم من 5 اولاد، يعني هختار 4 بنات من 9 بنات وهختار 3 اولاد من 5 اولاد. وخدوا بالكم ان هنا زي ما قلنا في طرق العد او في العمليات، ان الواو بتتحول في الرياضة او في علم الاحتمالات بتتحول الى علامة الضرب. فهنا هو بيقول لي عاوز يختار 3 اولاد و4 بنات من 9 بنات و5 اولاد. فخد بالكم حرف الواو دي بتتحول الى علامة الضرب. نشوف ازاي نحل المسألة. هنا لو بنقول ان احنا هنختار 4 بنات من 9 وهنختار 3 اولاد من 5، طيب يبقى العدد الصغير هو اللي بحطه تحت السي، والعدد الكبير اللي هختار منه هو اللي بحطه فوق السي. فالبنات عددهم كلهم 9، يبقى احط 9 فوق، وهختار منه عدد اقل اللي هما كان 4، احط 4 تحت. وكذلك في الاولاد، يبقى اختار في الاولاد 3 من 5. طيب وعلامة الواو ديت اللي هي اختيار 4 بنات و 3 اولاد، الواو هتتحول الى علامة الضرب، فهتبقى 9C4 مضروبة في 5C3. طب ازاي بحل التوفيق؟ احنا كنا اخدنا في التبديل اني علشان احل مثلا 9B4 هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن 9×8×7×6. ليه هم 4 أرقام بس؟ لأن في تحت الرقم 4، وببتدي بالرقم الكبير اللي هو 9، وأنتهي لحد ما يكونوا ايه؟ 4 أرقام مضروبين في بعض. ده اللي خدناه في التبديل. طب هنا في التوفيق، في التوفيق بعمل ايه؟ طبعا ممكن أحلها بالقانون أو ممكن أحلها بمجرد النظر. يعني لو نشوف هنلاقي إن 9 دي هي عبارة عن أو اتفكت ليه 9×8×7×6، يعني على 4 أرقام مضروبين في بعض، نفس اللي كنا يعني في البسط بنعمل نفس اللي بنعمله في التبديل. طب وفي المقام تحت أوصل الأربعة دي لحد الواحد، يعني اللي هو مضروب 4، يبقى
فوق في البسط خلي التسعة دي عبارة عن اربع ارقام مضروبين في بعض يبتدي بالرقم تسعة، وتحت وصل لرقم اربعة لحد ما ينتهي بالواحد خلاص. وكذلك اللي عملته فيه التسعة سي اربعة اعمله فيه الخمسة سي تلاتة، يبقى ابتدي بالرقم خمسة فوق في البسط وافضل انقص واحد لحد ما يبقوا تلات ارقام مضروبين في بعض، لان تحت فيه تلات ارقام او فيه العدد تلاتة. على كام؟ على مضروب تلاتة اللي هو ابتدي بالتلاتة لحد ما اوصل للواحد. طيب طبعا الناتج بتاع تسعة سي اربعة هيطلع مية ستة وعشرين، والناتج بتاع خمسة سي تلاتة هيطلع عشرة، يبقى كلهم 1260 طريقة. هنا بقى هيظهر لي القوانين. ده القانون طبعا بتاع التوفيق اللي هو ان سي ار عبارة عن مضروب ان على مضروب ار في مضروب ان ناقص ار. لو كانت دي بي، لو اللي منكم ذاكر التباديل، لو كانت دي ان بي ار كانت بتبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن مضروب ان على مضروب ان ناقص ار. هنا ايه اللي زاد عن في القانون من البي للسي؟ اللي زاد هي مضروب ار اللي موجودة تحت، ده اللي زاد عندنا بس. يبقى هي مضروب ان على مضروب ار في مضروب ان ناقص ار. طب ممكن اجيبها بمجرد النظر؟ اه ممكن اجيبها بمجرد النظر بالطريقة اللي احنا شرحناها من شوية، اللي هي ايه؟ الرقم اللي فوق ابتدي بيه فوق في البسط وانتهي بكام رقم؟ هنتهي بعدد الارقام اللي موجودة تحت. لو الرقم اللي تحت مثلا تلاتة يبقى عندي تلات ارقام مضروبين في بعض، لو الرقم اللي تحت رقمين اتنين يبقى عندي رقمين مضروبين في بعض، يبتدوا بالرقم اللي هو فوق اللي فوق السي خلاص. وتحت في المقام، تحت في المقام هو ايه؟ مضروب الايه؟ الرقم اللي تحت السي، يعني اوصل الرقم ده لحد ما يبقى اخره اتنين في واحد. في عندي بعض الخصائص، عندي خاصية بتقول لي ان ال NCR بتساوي ال NCNSR، وعندي خاصية بتقول لي اذا كانت NCX بتساوي NCY اذا X بتساوي Y او يعني X زائد Y بتساوي N، ولكن يجب التحقق في هذه الحالة من القيمة الناتجة بانها تكون تنتمي لمجموعة الاعداد الصحيحة الموجبة. مثال بيقول لي اذا كنت في طريقك لرحله الى احدى الدول الاوروبيه ولديك 15 كتاب ويرغب والدك في ان تاخذ معك 10 كتب فقط، ما عدد المجموعات المختلفه التي يمكن ان تاخذها معك والمكونه من 10 كتب؟ هنا كل الكتب اللي عندك عددهم 15، عاوز تختار منهم كام كتاب؟ 10، وما يهمنيش ال 10 دول ايه ترتيبهم، يعني مثلا لو فيهم كتاب علوم، كتاب احياء، كتاب فيزياء، انا ما يهمنيش كتاب العلوم يجي الاول ولا الفيزياء الاول، لا ما يهمنيش ده خالص. انا كل اللي يهمني ان انا عاوزة اشوف بكم طريقة اقدر اسحب 10 كتب من 15 كتاب. يبقى اذا الحل طبعا هو ان انا اقول 15 سي 10. طبعا 15 سي 10 بحلها ازاي؟ بمجرد النظر من غير قانون ولا اي شيء. هو الرقم اللي تحت السي ده اوصله لحد ما يبقى ايه؟ اتنين في واحد، ده في المقام تحت. وفوق، فوق اشوف الرقم اللي تحت السي كام؟ الرقم اللي تحت السي هنا 10، يبقى المفروض افضل ابدأ بالرقم 15 لحد ما يبقوا كام رقم مضروبين في بعض؟ بيبقوا رقم 10 ارقام مضروبين في بعض. طب هنا ليه كاتبين ان 15 سي 10 بتساوي 15 سي 5؟ لان عندي خاصيه هنا في التوفيق بتقول لي ان ال ان سي ار هي بتساوي ان سي ان ناقص ار، فعندي خاصيه بتقول لي ان ال ان سي ار بتساوي ان سي ان ناقص ار، يعني اللي فوق ناقص اللي تحت خلاص. طيب ولذلك احنا حليناها بالشكل ده. مسألة تانية بيقول لي يوجد عدد 12 فرد في قائمة الانتظار للطائرة المتجهة إلى القاهرة، ولكن يوجد فقط عدد 6 مقاعد شاغرة على الطائرة، ما عدد الطرق المختلفة التي يمكن بها اختيار 6 أفراد؟ أنا كل اللي موجودين عندي 12 فرد منتظرين،
وفي في الطيارة 6 كراسي بس، هما اللي ممكن ان احنا ايه نقعد عليهم بعض المسافرين. طب عاوزين نختار 6 من 12 شخص اللي هما ايه في قائمة الانتظار، يبقى على طول الحل هو ايه 12C6. العدد الصغير احطه تحت والعدد الكبير احطه فين؟ احطه فوق، يبقى 12C6 تحت في المقام، اوصل الستة دي لحد ما تنتهي باتنين في واحد، وفوق اشوف تحت السي مكتوب كام في الباسط، اشوف تحت السي مكتوب 6، يبقى هيكون عندي 6 ارقام مضروبين في بعض يبدأوا بالرقم اللي هو فوق الايه السي اللي هو 12، يبقى افضل ما نقص من 12 دي واحد لحد ما يبقوا 6 ارقام مضروبين في بعض. كمان بيقول لي بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مكونة من 4 اشخاص من مجموعة مكونة من 10 اشخاص. يعني انا عندي مجموعة افراد مكونين من 10 اشخاص، عاوزين نختار منهم 4، يبقى ايه الحل؟ يبقى عدد صغير اختاره من عدد كبير بدون مراعاة الترتيب، يبقى اذا على طول كان 10C4. يبقى الحل هو 10C4 هي بتساوي ايه؟ تحت في المقام اوصل الاربعة لحد ما تنتهي الاتنين في واحد، وفوق هيبقى عندي 4 ارقام يبدأوا ايه بالرقم 10، هيساوي 210 طريقة. المطلوب التاني بيقول لي اذا كان شخص معين يجب ان يكون في اللجنة، بكم طريقة يمكن اختيار اعضاء اللجنة؟ يعني ال10 اشخاص دول اللي موجودين عندي، لو في شخص معين بالتحديد يجب ان انا لما اختار اعضاء اللجنة لازم الشخص ده يكون معاهم في اللجنة، يبقى بكم طريقة اقدر اختار اعضاء اللجنة؟ طبعا لو فكرنا كده هنلاقي ان ال10 اشخاص دول هما من البداية حددوا منهم شخص وقالوا ان الشخص ده من ال10 اشخاص دول هيتم اختياره في اللجنة. يعني اذا ال4 اشخاص اللي انا هختارهم منهم واحد معروف مسبقا، يبقى انا كده فاضل لي اختار كام من كام؟ ايوه، يبقى انا كده فاضل لي اختار 3 اشخاص من كام شخص؟ من 9 بس. ليه؟ لان في اساسا من ال10 واحد كانوا محددينه، والشخص اللي حددناه ده يجب ان هو يكون ايه من ال4 اللي هيتم اختيارهم في اللجنه. يبقى اذا هنا الحل هو 9C3. طبعا في المقام موجود 3، يعني اوصل ال3 دي لحد ما تنتهي باتنين في واحد، والتسعة فوق ابدأ بيها فوق في البسط لحد ما يبقوا كام رقم مضروبين في بعض، لحد ما يبقوا 3 ارقام مضروبين في بعض، والناتج هيطلع 84 طريقة. طيب شوف المطلوب الثالث بيقول لي اذا كان شخص معين يجب استبعاده من اللجنة، بكام طريقة يمكن اختيار اعضاء اللجنة؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال10 اللي هم حددهم لي وقال لي ان احنا هنختار منهم، لو في منهم شخص معين يجب استبعاده من اللجنة، يعني قالوا ان ال10 دول منهم واحد ده ما ينفعش ان انا اختاره، يبقى لما اجي اختار هختار كام شخص؟ هختار 4. طب وال4 دول هختارهم من كام؟ واحد قالوا احنا ده خلاص ملناش دعوة بيه، يعني لما تيجي تختار ما تختاروش، يبقى فاضل لي كام؟ فاضل لي 9، يبقى انا هختار كده كام؟ 4 من 9. يبقى هنا الحل هو عبارة عن ايه؟ 9C4. يبقى 9C4 دي احلها ازاي؟ ايوه، في 4 تحت، يبقى المقام عبارة عن 4 انقص منها واحد لحد ما ايه اوصل لاتنين في واحد، وفوق في البسط ابدأ بالرقم 9 وانقص واحد لحد ما يبقوا كام رقم مضروبين في بعض؟ 4 ارقام مضروبين في بعض. الناتج هيطلع كام؟ 126 طريقة. عندي مثال بيقول لي اذا كانت 21CR بتساوي 21CR ناقص 3 اوجد قيمة R. طبعا احنا شايفين هنا فوق 21 بتساوي 21، لو انا سويت الR بالR ناقص 3 يبقى قلت R بتساوي R ناقص 3، يبقى في هذه الحالة هتبقى هنحصل على نتيجة
مش مظبوطة. هنعمل ايه تاني؟ اقدر ان انا استخدم الاول الخاصية من الخصائص اللي احنا قلنا عليها اللي هي ال NCR بتساوي NC NCR. يبقى في هذه الحالة ابتدي الاول اقول له ان ال 21 CR هي نفسها 21 C 21 NCR، والطرف التاني زي ما هو ينزل زي ما هو. طيب وارجع بقى بعد كده استخدم الخاصية رقم 2 اللي هي لما تكون ال NCX بتساوي ال NCY، يبقى اذا في هذه الحالة ممكن اقول ان ال X بتساوي ال Y. يبقى هنا عندي ال N متساوية اللي هي الرقم 21، اقدر اساوي الايه اللي تحت ببعضه واجرب واشوف. نبتدي نساويهم ببعض، نقول ان ال 21 ناقص R بتساوي ال R ناقص 3، واجيب ال R في طرف واجيب الارقام اللي من غير R في طرف اخر، يبقى ال 21 ال N سالب 3 للطرف اللي على اليسار بإشارة معاكسة تروح بإشارة موجبة، واودي السالب R اللي في الطرف الايسر اوديها للطرف الايمن بإشارة معاكسة فتروح بموجب R. يبقى هنا كده 21 زائد 3 اللي هي كام؟ اللي هي 24 بتساوي 2 R. يبقى اذا في هذه الحالة اقدر اقول ال R بتساوي ال 24 على معامل ال R اللي هو الاثنين هتساوي 12. لكن لو انا كنت بديت المسألة دي من البداية وسويت ال R بال R ناقص 3 كان هتبقى في هذه الحالة هيطلع لي ان 0 بتساوي 3، كانت هتكون ايه النتيجة يعني غير صحيحة. ناخد مثال كمان بيقول لي اذا كانت ان سي ان ناقص 1 بتساوي 6 اوجد قيمة ان. في هذه الحالة استخدم برضو الخاصية اللي احنا اخدناها اللي هي ال ان سي ار بتساوي ان سي ار ناقص ان ناقص ار. يبقى اقدر اقول له ان ال ان سي ان ناقص 1 هي بتساوي ان سي ان ناقص كوس كله اللي هو فيه ايه ال ان ناقص 1. طبعا لما افك الكوس ده هيتفك ازاي؟ هيبقى ان ناقص ان زائد 1، يبقى ان ناقص ان تروح مع بعضها يتبقى لي موجب 1، يعني دي الناتج ده هيساوي ان سي 1. واحنا عارفين ان ال ان يعني اي رقم سي 1 هيساوي ايه نفس الرقم. يبقى اذا طالما ان سي 1 بتساوي 6 يبقى اذا ان بتساوي كام؟ بتساوي 6.